أنا محمد إبراهيم بنات، فنان فلسطيني، عمري 29 سنة. طبعاً هاي الموهبة موجودة عندي من وأنا صغير، ولكن أنا طورت الفكرة للرسم بالرمل بعد ما دعمني صديق إلي، وبعد ذلك أنا وجدت أنه في عندي مجال أني أطور هذا الفن. كانت الفكرة أنه في ممكن الواحد أنه يحول الموضوع إلى تجارة، يعني كانت الفكرة بدرت في بالي أنه تحول الفن إلى تجارة، وكانت الأمور يعني بالفكرة أنه أنا أحاول أبلش أفتح كمحل. المواضيع الموجودة مثلاً ممكن حدا بياخذ هاي كهدية لمناسبة لأي موضوع، ممكن يكون موضوع مثلاً على سبيل المثال زواج، خطبة، مناسبة حدا لمريض، أو حدا بياخذ هاي الهدية من فلسطين للخارج، بما أنه في كثير من ناس من برا ما بيقدروا أنهم يدخلوا على فلسطين بسبب الأوضاع الموجودة عندنا زي ما الكل بيعرف يعني. الرسم بالرمل هو بيحتاج لألوان طبعاً خاصة توضع على الرمل، طبعاً الرمل هذا هو كنوع في أنواع مخصوصة لهذا الفن اللي هو رمل سكوارز، أو ممكن نحكي إحنا بالعامية رمل شط البحر، ممكن بينفع لهيك موضوع، ولكن مش أي رمل بينفع لهذا الفن. طبعاً اللي بيختلف في فن الرسم بالرمل عن باقي الفنون اللي هو طريقة الرسم، اللي هو إسقاط الرمل داخل قوارير الزجاج، وهذا الشيء بيكون أسلوبه حتى مختلف تماماً، وطريقة الرسم بتكون مبنية على أدوات أخرى غير الأدوات الموجودة في الرسم العادي. بشكل عام تقريبا انا بأرسم كل شيء بالرمل، بس طبعا في امور بتاخذ اسلوب اخر بالرسم وبتاخذ وقت طويل. طبعا الاشياء اللي بتتاخذ بشكل سريع في حال اي شخص بيطلبها مني، في حال بدي ياخذها لهدية، بتاخذ من 5 دقائق لعشر دقائق، مثل رسم الطبيعة، مثل الجمال أو الخيول أو الجبال أو هاي الأمور، هاي ما بتاخذ وقت. أما بالنسبة لموضوع أنه رسم الشعارات ورسم الشخصيات مثلا أو أي شيء مختلف، ممكن بياخذ وقت وبيحتاج إلى مكان خاص للرسم. بحلم انه اوصل هذا الفن من فلسطين لكل دول العالم. برضو الشغلة الثانية انه الجميل في الموضوع وفي الفكرة انه هذا التراب من فلسطين، وطبعا انا احيانا بحاول اجيب اللي هو تراب فلسطين اللي هو تراب القدس، وبضعه في هاي القوارير لانه في كثير ناس من خارج فلسطين ما بيستطيع انهم يجوا على فلسطين، فلذلك هم بيتمنوا انهم يحصلوا على اي شيء حتى التراب يعني من فلسطين.